صباح الخير. صباح النور. اهلا اهلا سعد بيه. اهلا ممتاز بيه. تفضل. احضرنا سعادتك رجالتي اللي سعادتك طلبتهم وشفتهم واديتهم اوامرك، شفت منهم حاجه؟ احنا دلوقتي في جريمه قتل واحد منهم يا عبدون، مش ملف اخلاقهم. رجاله عبدون ما لهمش دعوه بقتل زميلهم يا ممتاز بيه. بالظبط زي اهل الحاره لما لمتوهم، ما كانش لهم اي دخل باللي بيحصل من مده. اذا كان ده راي شيخ الحاره اصلا يا سعد بيه، يبقى شيخ الحاره غلطان. الوضع بيمثل انفلات امني خطير وكبير اكبر من دول، وللاسف لا في تحرك من امن الداخليه ولا من امن الانجليز. انا هبعت بنفسي احتجاج رسمي للمندوب السامي والمستشار الداخليه مستر هيث. احنا سعادتك بنعمل اللي نقدر عليه. سبتوا الجبل يا ممتاز بيه، ده تنظيم كبير وخطير ومتمرس، وهم دول اللي وجهوا ضربات للورش والمعسكر، واكيد هم اللي قتلوا الانجليزي زي ما خطفوا يعقوب راجل الباشا وعلي الحصري الراجل بتاعك. ايوه بس اكيد في علاقة بين دول وبين بعض الناس هنا على الاقل. هنا بعض الناس، هنا الناس هنا اخرها ان هي تتكلم، يرغوا، يطلعوا اشاعات، كله ملهي في قلة الرزق والغلا ايام الحرب. طب وحضرته ورجالته؟ هيقتلوا في بعض ليه يا ممتاز بيه؟ دول ما صدقوا يرجعوا تاني تحت جناح الباشا. يبقى اكيد بقى كانوا بيكذبوا لما قالوا انهم شافوا اللي لمناهم جايين من ناحيه الجبل. ودي قرينه يؤخذ بيها؟ انفجارات ونار، ناس راحوا يتفرجوا، شافوا ورجعوا، يبقوا هما؟ طب ما في قتيل اتقتل وهم جوه الحجز. مش عارف سعادتك، انا انت حققت معايا بما فيه الكفايه يا ممتاز بيه. العفو يا سعد بيه، احنا بنتناقش. خلينا في المهم، لازم يتم هجوم على الجبل، وانا سبق ليا وطلعت وعارف ممكن يكونوا فين. يبقى هيما ودعيدر يخرجوا بقى يا سعادة البيه. لو جنابه مقتنع بكلامي، الكل جوه ملهمش لازمه صدقني. حبسهم عامل توتر في الحاره، اصلا البلد مليانه توتر بسبب توكيلات الوفد وبشاير الشغب. يا عدلي. تمام يا فندم. اندهلي حضرة الضابط عدلي بسرعة. تمام يا فندم. انت حولت محاضر الجماعة اللي في الحجز لاسم الجمالية ولا لسه؟ هحولهم حالا. لا 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 لا، كله يخرج، ومحضر التحريات تعمله بعدين، ويحفظ. نزل من بدري. خير يا سعد بيه؟ ام هلال فين؟ ام هلال خير يا سعد؟ لازم تغيروا مكانكم فورا، تروحوا الناحيه التانيه من القبور. ليه؟ عرفت حاجه؟ انا بلغت عنكم. انت بتقول ايه؟ صعبان عليا يا سعدون، سيبناه كده محبوس في بيت حسن. ما هو اللي مش عايز يسيب بيت حسن، وسعد عرض عليه يطلعه للدراويش. تفتكر يعني هما مش هيلمونا تاني؟ اللي سمعته ان سعد هو اللي خرج الكل، حتى رجاله عبدون. خرج رجاله عبدون؟ اصلهم كانوا متهمين في قتل زميلهم النون. بس الحكايه دي محيراني قوي. عم جاد، تفتكر يعني اللي قتل النون يبقى؟ امال سعد جاب اللي قتله ابوه هنا ليه يا عساكر؟ Thank you.
ايه اللي حصل؟ اتقتل واحد من الثلاثه من رجاله عبدون اللي انت رجعته. سمعت طبعا. وهيلموا الناس برضو؟ لا بالعكس، ده انا خرجت كل الناس اللي في الحجز، حتى الاثنين زمايلي اللي قتيل برضو خرجته. ليه يا سعد؟ ليه ايه يا امي؟ ولا حاجه، اصل في فكره كده جت في دماغي ورعباني. يا رب يا رب يكون غلط. سعد بيه، سعاده الباشا طالب سعادتك فوق. مالك يا باشا؟ ابتدوا يقتلوا في رجالتي. دول رجالة عبدون مجرمين من يومهم، زعلان عليهم ليه؟ انت مش حاسس بأي قلق من قتل النون بالطريقة دي؟ وبالذات بعد ما شكيت في عبدون. ما وصلش الحال بينا يا باشا اننا نخاف من واحد زي عبدون كمان. انا اللي عملته. لكن اعمل ايه؟ ساعات الناس ممكن تربي وحوش تفترسها. أنا قلقان فعلا من عبدون. لازم نتأكد إنه ملوش دخل بقتل إنه. في إيه يا باشا؟ مفيش. المهم إن رجلنا ترجع على رقبته ورقبة الكل. زي جدك خليل. خليل باشا، فاكره؟ طبعا، كان قاسي قوي، قاسي على الكل، يعرف الفرق كويس ما بين السادة والعبيد. لكن العبيد ابتدوا يتحركوا يا سعد، ابتدوا يحرقوا ورش، بعدها خطف يعقوب ود. ما تخافش يا باشا من الحاجات دي كلها. انا ما بخافش من حد، عمري ما خفت من حد. انا بخوف يا سعد، عمري ما كان عندي حساب لحد. لكن ايه اللي بيحصل في مصر؟ ايه؟ الجورنال كل يوم موجود عندك الصبح يا باشا. عاملين توكيل بيمضوا عليه جرابيع الام. البشوات اتقبلوا يا سعد. 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 أبشع شيء إن اسمك على اسمه. هو اسمه سعد إيه؟ سعد زغلول يا باشا. سعد عايز يخرج الإنجليز اللي بيحموا كل بشوات مصر من أنياب الرعاه. لو الإنجليز خرجوا يا سعد، أو باشا هيسودوا. ممكن برضو، علشان كده انا قررت اودي شكرة امي العزبة في ميت الورشي. اليومين دول بعدهم عني، ابعد جنار هي والبنت شكرة، بعد شبه انا مش ناقصهم. واسترجع شوف الحارة الملعونة ايه اللي بيحصل فيها، شوف عبدون الكلب. سعد، اعلن عن مكافأة كبيرة مني. مكافأة ليه؟ ولمين يا باشا؟ يعقوب الدودة محسوب عليا. لو حد دلنا على مكان وجوده، وجود ورد له مني مكافأة. ورد، اصلك ما تعرفش يا سعد، البنت ورد دي آه.
انا بقول يا باشا اوصلك السرير احسن. امسك امسك ايد اللي رباك، خلي عندك وفاء للي عمل منك راجل، وإلا كنت هتبقى تربية كل نار. انت عارف يعني كنت هتطلع ايه؟ بش ولا حاجة، مش خريج كامبريدج، وتربية عثمان خليفة. باشا كنت هتطلع ولا حاجة. ايه يا حبيبي؟ عثمان كان عايزك ليه؟ الماضي الليلة بدأ يزحف عليه. يعني ايه بدأ يزحف عليه؟ مجرد ذكريات، لكن الحساب نفسه مع الماضي شيء تاني. انا مش فاهمة يقصد ايه يا طنط. في لحظة هيقرر فيها انه يطولني، ويمكن يسبقه حد تاني. عبدون؟ ممكن، وممكن ناس تانية اللي بيجروا ورانا ورا سعد زغلول. يا ربي. بالمناسبة أنا قلت لهم أنتوا هتسافروا العزبة. ونسيبك هنا إزاي؟ أنا عايزكم بعيد، متقلقيش، أرجوكي وافقي، وأنا هاجي بنفسي أوصلكم، وهكون على اتصال بيكي على طول. مشيوا من المكان، أكيد حد بلغهم. بس بلغكم لينا طلع صحيح. ده كان بلغ سعد بيه. لكن راحوا فين؟ ومين بلغهم بالسرعة دي؟ يا ريت يا سعد نقعد هنا على طول وننسى كل حاجة هناك. يا ريت ينفع. دي بلد جميلة وهادية وبعيدة عن كل اللي بيحصل في مصر. مش للدرجات دي يا شكرا، دي يمكن من أوائل القرى اللي مضت التوكيلات للوفد. توكيل سعد زغلول؟ الوفد اللي هيمثل الناس، الناس اللي عمر ما حد عمل لهم حساب. تمام زي اهل الحارة. واللي انت لميتهم حواليك تمام زي الشعب اللي تلم حوالين سعد زغلول. مش للدرجات دي يا شكرت، ما تبلغيش قوي كده. شكرت مش بتبلغ يا سعد، هو سعد زغلول وانت سعد المصري. يلا السلام عليكم. الله يسلمك. خلاص انا عرفت من سعد ايه اللي قاله للمأمور وايه اللي حصل، بس في سؤال تاني. انت مستني ايه؟ كل الحوش دول افلك عنهم الا ورد، لسه متهمة. مستني ايه؟ مش فاهم يا باشا. مش في كلب شهد على ورد والولد اللي معاه؟ ايوه، علي الحوصر اللي اتخطف. ورجالتك مش كانوا قريبين من المكان وشافوا ايه اللي حصل وعرفوا مين اللي قتل الانجليزي؟ ما هو مش عايزين يتكلموا احسن يتورطوا. دول يتنيلوا ويشهدوا ان ورد والولد اللي معاها مالهمش دعوه. ده هيرجع ورد يا باشا. ده هيطمنها يا غبي. ورد لما تطمن انها بريئه اكيد هتظهر، الا اذا كنت مش عايزها تظهر. انا يا باشا انا مش ساكت، انا ما بنامش الليل، رجالتي بيتحركوا في الحاره في وسط الناس. خلاص ما تخلي رجالتك يشهدوا ان ورد والولد اللي معاها مالهمش دعوه. طب هي ماشي، انما بنتجزر ليه؟ انا بيتحرق. عشان تكون الشهاده متصدقه يا غبي، مش على مقاس بنتك او اللي مفروض انها بنتك. سليم،
ازاي انا ما فكرتش في حاجه زي كده؟ طب واذا المامور عاصلك يا باشا؟ تيجي تقرفني وتبلغني وانا هكلمه، بس اوعى تقول لي ما ظهرتش. انا يهمني انها تظهر، على الاقل تحكي لسعادتك اللي شافته في الجبل. ده لو كانت في الجبل فعلا. هي في الجبل وهتتاكد، وبعد ما رجالتي ما يحطوا شهادتهم انا همشي الخبر في الحاره عشان يوصلها. بس يهمني سعد بيه يعرف برضه بالاذن. فارس بيك، احنا بنخص جريدة مكتم بكل ما هو جديد ومهم. او واعتبر ده حصل واكتب بنفسك. قرار من السلطة الانجليزية لسعد باشا زغلول واعضاء وفد بعد احتجاجاتهم لدي مندوب الدول، وبسبب اثارة خواطر وتهريض على الشغب والمقاومة وتعطيل تأليف وزارة تساند سياسة بريطانية في سعيها لمصلحة مصر. يس، وكمل انت مكان كويس. اوكي؟ اوكي فارس بيك. جود باي. يعني الجماعة دول مش عايزين يجيبوها البر. Why don't you cut it short and sharp؟ وتاخدوها من قصرها مع الجماعة دول يور اكسلنسي. نو نو. زغلول بيستفزنا عشان يحصل صدام وهوجة. سيبك من موضوع سعد زغلول. خلينا في موضوع سعد عزيز. بلاغك طلع غير صحيح برنار. لا لا لا. Never your excellency. بلاغ برنار لا يمكن يبقى غلط اطلاقا. الرجالة بتوعكم هم اللي خايبين. للأسف الشديد أنا ما قداميش غير عثمان باشا، لأن اللعب مع سعد عزيز ده لازم يكون لعب على المكشوف. ده خرب بيتي. Thank you, Your Excellency. I'm sorry, I have no more time to lose. Please, استنى برنار. في كلام جديد. عن سعد عزيز؟ واللي معاه. فضل حضرتك لما يجي سعد بيه تديله الورقه دي. اتفضل. بس انا برجوك ما تفتحهاش. اتفضل. اتفضل. شكرا. يعني سعد بيه لسه ما جاش. لسه ما جاش يا سي يوسف. وده كان عايز ايه؟ ده كان عايز سعادته وساب له الجواب ده. ده؟ وريني كده. ده قال قابلني ليلة ضروري في سراية الشيخ مصطفى القهاتي في السكرية الساعة 11. عزت، أخبار والدك إيه يا سيوسف؟ مش القهاتي ده برضو من بتوع سعد زغلول؟ سيوسف بسألك عن أخبار والدك. عادي الجواب يا سيدي، ما نقصش حتة. كلام فاضي. بقولك إيه؟ عمر سعد ليه ما يعرفش إن أنا شفت الجواب ده من أصله؟ إيه اللي هيزعل منك أنت؟ أنا ماشي. طب ولو سأل؟ هو عارف إن أنا تعبان. ما تعرفيش يا ست سرية عثمان باشا فين؟ ليه يا اخويا؟ هو اللي جاي له جاي له من عند الباشا المالك؟ لا، انا جاي لسعد بيه ابن اخته. يوه، مأمون؟ ايوه انا مأمون يا عساكر. ام هلال بتقول لي ايه اخبار ورد؟ تيجي عند ابوها في الحاره ولا تروح لخالتها؟ هي قلقانه وعامله قلق. لا تيجي يا مأمون، خليها تيجي. خلاص، ما هي براءة هي وطاهر الدالي. بس ما تروحش عند عبدون، تيجي عندي هنا فورا. ما هو عم جه اتكلم المأمور، كله تمام. عرفت السكة يا اخويا؟ متشكرين يا هانم. هانم، يجازيك يا ديلا فندي. يوسف ما ظهرش النهاردة؟ جوش ساعتك وعزت بيه ساب الجواب ده وكان مستعجل. يوسف كان هنا لما عزت ساب الجواب؟ وبص في الجواب. مع اني مع انك ايه؟ جوابه جاي لي، حد غيري يقرا لي؟ كان مصر. مصر. اتفضل. مصر. ايد
حتت عيدر عيدر. عليا الباب ده افتكرتك البغلي هيما. هيما اتقتل. قلت ايه؟ هيما اتقتل نفس الطريقة معلم، طعنة في الظهر نفدت من صدره. مستحيل. فين ده؟ في التكعيبة. رحت ما لقيتوش، سمعته بينازح، لقيته وراها ورا التكعيبة. ماقالش حاجة؟ ما قالش مين؟ ملحقش كده الدور خلاص عليا وعليه. اخرس، انا محدش يقدر يمسني ولا يطني ولا الجن الازرق. احميني يا معلم، ابوس ايدك احميني، كده الدور عليا خلاص. اللي قصدنا كأنه يعرف حكاية حسن، احنا مش كنا سوا. حسن يعني ايه كان من رجالتك؟ هو فيش حارة ليه رجالة سيد عبدون؟ احنا كلنا ولاده يا بيه. انت تغرس خالص لما اسألك تتكلم. هو ابن حسن المصري رجع تاني؟ هاتوا الراجل اللي بيتكلم ده. ما تاخدش على كلامه يا سعادة البيع، ده راجل اهبل وبغل. طب كله يمشي باشا، نزل من حضرة الضابط. يلا يا ابني انت اهو. يلا يا جدعان انت منين؟ يلا يا جناب المأمور، هي نفس الايد اللي طالت النن طالت هيمة. في حد ورانا، ورا الامن كله في الحارة. قول شيء محدد ومن غير زعيق يا عبدون. الشيء المحدد يا سعادة الباشا ان رجالته اللي جابهم سعد بيه عشان يحموا الحارة مش عارفين يحموا نفسهم. من غير سخرية يا جناب المأمور. انا ما بسخرش يا سعد بيه، لكن الحارة دي خلاص انا بقول قدام الباشا اهو، انا احترت في امرها. امر اللي عليك وحقق في الحادث وملابساته يا جناب المأمور. ما النيابة جت وحققت وما ظهرش شيء يا سعد. يبقى جناب المأمور يواصل تحرياته، ده دوره ودور الشيخ الحارة. وكفاية بقى بلاش تشغلوا الباشا بأمور تخصكم. ماشي يا سعد بيه، عن إذنك يا باشا. جناب المأمور، سمعت اللي قاله سعد بيه قدام يا عبدون؟ قتلوا التاني يا سعد، قتلوا التاني في 60 داهية، والتالت هيحصلهم. يعني التلاتة اللي اتكلمت معاهم عشان يراقبوا عبدون هيتقتلوا كلهم. الله، يعني تقصد ان عبدون هو اللي يكون هو برضو اللي مش هو اللي اختارهم؟ وانت تعرف رجالته منين يا سعد؟ هو ده شك برضو ممكن ننقله لجناب المأمور، ده يخليه اكتر حرص ومكر في التعامل مع عبدون. أنا عايز حراسة كاملة حوالين القصر، وإن شاء الله ندفع تكاليفها للحكومة أو حتى للإنجليز. سألتك بتتكلم جد ولا إيه؟ طبعاً بتكلم جد. من يوم ما كلفت التلاتة يراقبوا عبدون والقتل حوالينا بيحصل وبسرعة مخيفة. لا مستحيل سعادتك اللي يكون عمل كده يكون قصدك بأي شر، دي تصفية مجرمين في بعضهم. أنا شايف إن الجريمة الحقيقية ان هما صحوا سعادتك بدري النهارده. يلا اطلع كده ارتاح واستريح وسيبني انا اقعد ارتب بقى تشغيل الورش واتفاقياتنا الجديده. اقول لك انا كمان هطلع غير هدومي واقعد هنا. سعادة الباشا، في ايه تاني؟ عبدون رجع عايز يقابل معاليك. وبعدين سعادة الباشا، انت قالب عليا ليه وانا محتاج مساعدتك؟ اساعدك في ايه يا عبدون؟ انت ناسي من يوم ما ترجتني اخليك هنا والمصايب نازله عليا ترف؟
حاجة نطت في دماغي من كلمة سمعتها من واحد في الحارة في وجود النيابة. كلمة ايه يا عبدو؟ إشاعة. هي إشاعة بس ممكن تكون حقيقة. قصر يا عبدو. ابن حسن الخضري، ابن حسن المصري. ابن حسن المصري اللي اتهمونا بقتله زمان ليلة فرح أختي سعادتك والنار هانم. ابن حسن المصري؟ لا، انت الحكاية قلبت عندك بجنان. مين اللي يقدر يعمل كده وانا على وش الدنيا؟ مين؟ ايه اللي فكرك بحكاية فات عليها سنين؟ في حاجات كتير ما بتموتش يا سعادة الباشا، زي مثلا حكاية ورد. من غير خطرفة يا عبدون، وفهمني الكلام ده ليه أساس؟ عندك دليل ولا كلام قاله واحد حمار من الحارة قدامك؟ لا كلام يا باشا. يبقى كلام فارغ ملوش معنى، وانت بقيت زي عدمك. لو رجعت رجالتك ولا لميت فتوات مصر كلها انت بقيت زي عدمك. طب ليه ما عملش كده يا باشا؟ تعمل ايه؟ ألم رجالة بجد يحموا السرايا ويعدلوا ميزان الحارة اللي اتقلب. سعادتك قلت ان من ساعة ما ترجيتك والحال مال. لا، ده من ساعة ما جم هنا، من ساعة الحكومة ما جت وميزان الحارة اتقلب في وجودهم. سيبنا لم رجالة وحزم الحارة وحزم الجبل، وساعتها ترجع ورد، ساعتها يرجع ميزان الحارة زي الأول، يدوقوا من الخوف تاني بدل ما ندوق منه ويسقونا. اسكت يا عبدو، اسكت. الولد التالت ده فين؟ موجود بره يا باشا. لو اتقتل اعمل اللي قلت انت عليه. خد يا زكي، امسك، علق لي الجاكيت دي، علق البرنيت، واعمل لنا حاجة للشبكة. أمرك يا خواجة. يا ابني يعقوب. مستنيك من بدري يا خواجة. لك حق، مفيش وقت. اللعبة اللي بتتلعب دي لعبة صعب. قلت عاوزني في حاجة مهمة خير. انت وكيل اعمال الشركة وده معروف للكل. امسك، شوف الولد ده فيه ايه. في ايه يا خواجة؟ مطلوب حسابات البنوك، وانت اللي كنت بتورد الفلوس، وانت اللي كنت بتصرفها، ومطلوب حسابات البورصة، وانت كانت ايدك فيها دايما، ومطلوب حسابات المخازن، وانت كنت امين مخازن. معاك نسخة من مفاتيح المخازن ولا لا؟ معايا. وكفة شيء موجود في الورق ده. انت عايزته ليه بالظبط؟ مش انا اللي عايز اقول، الورق هو اللي لازم يقول، وعايز النتيجة بأسرع ما يمكن. وابويا؟ ابويا فين بقى من كل اللي انت بتدور عليه ده يا خواجة؟ ابوك انا واثق ان هو مش بعيد عن اللي بيعمله سعد ده، او المسخ اللي كان اسمه سعد ابن عزيز. انت قاعد ليه؟ ما تقوم تتحرك. ولا اقعد 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 اشرب لك حاجه لحسن تقول عليا بخيل زي ابوك. Thank you.
يارد وهنام يا سعد. طبعا لما يبقى البدروم في العماره بتاعت الشركه بتاعتي مين هيشوفك؟ وانت صديقي من الطبيعي انك تيجي تزورني. عموما بعد ما منعوا سعد زهرون من السفر هو ورجالته، المواجهه هتبقى على المكشوف ومع الشعب كله. هتولع يا سعد، وقت ما هيشاور الكل هيتحرك. في مواجهه تاني على المكشوف بس عندنا، بس لسه مش عارف امتى. على قد ما انا مش قلقان من مواجهه الشعب مع الانجليز، الا اني قلقان من المواجهه اللي عندك انت يا سعد. بجد انا خايف عليك. انا قلت مفيش نزول غير لما الوقت يبقى واخري. وانا يمكن افكر تاني. هي رجعت في كلامها. شفت يا ام هلال؟ خلاص يا ورد مفيش رجوع. الحكايه هتولع. عزه تبلغنا انهم بقوا ورانا وبينقلوا من البدروم. انا هنزل معاك عشان اطلع على المكان الجديد. هما يبقى ينزلوا مع حد من هنا بعد نص الليل كده. وانتوا يا درويش اوعوا حد يولع نار بالليل. اهي فرصه بقى يا ابن الحصري، والدنيا ضلمه تقدر تهرب. تروح تبلغهم على المكان ده وعن سعد، فاهم؟ تصبح على خير يا عساكر. تصبح على خير يا خلف. لو صبرت شوي يمكن ربنا يبعت لك عبدون مجروح هو كمان. قادر يا كريم. ورد، الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. صحيح اللي قاله الشيخ مأمون يا عساكر؟ أيوة صحيح. زعزوع. أيوة يا معلم. لم الحاجة واقفل القهوة. حاضر يا معلم. الحارة كلها نايمة، تعال وأنا هفهمك. ما دام رجالة عبدون وخدوا شهادته، يبقى الحكاية وراها سعد زي كل مرة. صدقتوا بقى؟ بس اللي أنا مش مصدقاه إن أمي لسه عايشة. تاني يا ورد. ما هو الراجل اللي اسمه يعقوب هو قال لي كده. انا لازم اكلم ابويا بكره واشوف هيرد عليا هيقول ايه. قلنا يعقوب ده كلب خبيث، كان عايز ينزل من الجبل باي كدبه. بيجر رجليها عساكر. خلاص انت وهي، سيبكم الكلام ده. خلاص يا طاهر، انت روح على مطرحك وورد هتيجي معايا زي ما قلنا. ده مقطوع لسانه. تعالوا من هنا. تعال. مين؟ انا علي يا ابويا. افتح. علي ابني يا ابويا. افتح، ده انا ما صدقت اوصل لحد هنا. ابويا ابويا. فك يا ابويا فك. ده انا هربت بمعجزه من عند ربنا. صحيح كنت في الجبل يا علي؟ واتسحبت وراهم وهم بيوصلوا بنت ورد والواد طاهر ابن الدالي لحد ما جابوهم هنا في الحاره. ما هو عشان كده رجاله المعلم شهدوا ببراءتهم وكتبوه. ده كان زمان، انما دلوقتي يا ابويا هتشوف شيء ولا في الخيال وهتطربق على دماغ الكل. مفيش حاجه تتاكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير يا عم جاد. صباح الخير يا عساكر. ايه اللي مصحيك بدري كده؟ ورد وطاهر رجع. صحيح؟ ايوه. ورد تعالي سلمي. عامل ايه يا عم جاد؟ انتوا اللي عاملين ايه؟ الحمد لله. رجعتنا كان معاها قتيل. التالت يا عم جاد. ده عيدر. ده عيدر؟ مش بس اتقتل، ده اتقطع لسانه. كأن اللي عملها عارف ان هو اللي قطع لسان سعدون، وكأن بس, بس 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 خلاص خلاص. احنا اللي قعدنا نحكي له كل اللي حصل. والكلام شرخ في دماغه وقلبه. راح للحته اللي اتقتل فيها حسن. وتأكد من سعدون. انتوا بتتكلموا عن مين؟ عن سعد؟ لو ده حصل تبقى مصيبة لوحدها. ومصيبة ليه؟
مش ده حقه؟ مش دول اللي قتلوا ابوه زي ما قلت لي يا عساكر؟ وابوكي كان معاهم يا ورد. اصلي سمعت باللي حصل في الفجريه، بس المره دي دعيدر اتقتل واتقطع لسانه. نفس اللي حصل. انت بتتكلم عن ايه يا حصري؟ ناقص واحد بس، عبدون. حصري، انا كنت فاكر ان غياب ابنك هو اللي شاغلك. لا، انا رايق قوي ومطمن على ابني. الايد اللي دايره تقتل في الحاره بتحاسب على طار قديم، وانا ابني ما عندوش طار مع حد يا جاد. بتتكلم عن ايه؟ طار ايه وابويا اللي قتل؟ انت بتخرف يا راجل. خلينا في المهم، يا ريت تبلغ ابوك ياخد باله من روحه. ده مهما كان كبرنا وشيخ حارتنا. كلمتين بره يا عساكر لو سمحتي. عايز ايه يا حصري؟ عايز اسالك سؤال يا عساكر. العيل اللي جابته انشراح امك للمرحومه مراتي قبل ما تخلف علي، وبعد ما حسن اتقتل وماتت مراته امونة، العيل ده مش ابن حسن المصري برضو يا عساكر؟ ايه اللي فكرك بالحكاية دي دلوقتي؟ انا مش فاهمة. العيل يا عساكر، العيل برضو مش فاهمة؟